تجمع خطابي كبير، ذلك الذي نظمه مناضلو ومناضلات حزب الاستقلال بقاعة المغرب العربي بوجدة، تزامنا مع الذكرى 80 لتأسيس حزب الاستقلال. ألقى من خلاله الأمين العام لحزب الميزان كلمة قوية لمس من خلالها مجموعة من القضايا الظرفية، وعلى رأسها الاندماج المغاربي وضعف الأداء الحكومي. إننا لابد أن نكون اليوم في الحدود وفي نقطة الحدود بين المغرب والجزائر في يوم السلم العالمي من أجل سلم حقيقي داخل الاتحاد المغاربي، ولكن مع كامل الأسف توجهات هذه الحكومة الملتحية كانت دائما منذ 3 سنوات ضد إرادة هذا الشعب وضد تحرير ما تبقى من أراضينا المغتصبة، وعلى رأسها تندور وظلم الشعب وقناصة وتدكت وسمتة وبلينة وجذور جعفرية. والخزي والعار لحكومة العار التي تدافع عن المخابرات العسكرية الجزائرية، والتي دفعت أحد أذنابها بهذه المنطقة خريج مدرسة المشاغبين في هذه المنطقة ليبلغ للرأي العام أن حزب الاستقلال يريد إحراج الجزائر. نحن نريد حقنا، نريد أرضنا، نريد كرامة مواطنينا. إلى الشعب المغربي، إلى الشعب الجزائري المقهور، الشعب الجزائري الذي يعيش الفقر والقهر رغم الملايير التي تمرها عليه ثروات الجزائر من غاز وحديد وبترول، لأن هذه الأموال تصرف على مرتزقة البوليساريو لمحاولة زعزعة استقرار بلادنا. كما سأختم هذا الموضوع باستجواب كان يوم أمس
هذا التجمع الخطابي الكبير الذي نظم بوجدة أسدل من خلاله الستار على جولة قادت الفريق الاستقلالي إلى المنطقة الشرقية، وصفت حصيلتها بالإيجابية. لم يثبت في تاريخ المغرب أن حزب سياسي جا المنطقة الشرقية واشتغل في المدن ديالها بهذه الطريقة. لم يثبت في تاريخ حزب الاستقلال أنه جا الفريق الاستقلالي وظرف ظرف 3 أيام الأقاليم ديال ستاوريرت وجدة وبركان واشتغل وأقام 3 أيام دراسية في ظرف 3 أيام، وكذلك لقاء جماهيري كبير احتفالا بالذكرى 80 لترأسه الأخ الأمين العام. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن حزب الاستقلال إن شاء الله دائما متألق بعد 80 سنة ولا زال يحظى بالثقة ديال الجماهير اللي حجوا من كل المدن المغربية من كل أحياء مدينة وجدة ليشاركوا احتفال حزب الاستقلال بالذكرى 80. نتمنى إن شاء الله مزيدا من النجاح والتألق لهذا الحزب، لأنه حزب بني من نهار الأول على المعقول، ولا بد أنه ينال الثقة ديال المغاربة دائما وأبدا. أنا كنظن بلي النشاط كان باهر، كان متميز، النتائج ديالو بدات كتبان على أرض الواقع. الزيارة ديال الوفد البرلماني لمدينة العيون جعلت أنه وزير الصحة يتدخل الجمعة ويأتي إلى مدينة تاوريت ويعقد لقاء مع المنتخبين ويلتزم بإنجاز وإتمام المستشفى ديال العيون. كذلك هذا الحضور والتعبئة التامة والحضور ديال الفريق البرلماني والأعضاء ديال القيادة كيأكد بلي أنه الحزب ديال الاستقلال المتواجد في الجهة، وبلي أنه الجهة في قلبي وفي صلب الاهتمام ديال هذا الحزب. وخلاصة الزيارة هي أنه جهة الشرقية جهة يعني معطلة من ناحية التنموية من طرف الحكومة، بحيث أنه نلاحظ على أنه سنوات ما قبل الحكومة الحالية عرفت تطور كبير موضوعي، بناء طريق السيار ما بين فاس وجدة، بناء الطريق الساحلي، المحطة السياحية ديال السعيدية، المطار الجديد، مستشفيات جديدة. هذا مجهود كبير، مناطق صناعية، لاغروبول ديال بركان إلى آخره، يعني مجهود كبير تبذل في السنوات الأخيرة. هذا المجهود توقف عند الحكومة السابقة التي حققت كل هذه الإنجازات، كذلك مجهود جلالة الملك الذي يعني تقدم بخطاب تاريخي اللي كان ذكره له في مارس 2003، واللي تم تحقيق كل توجيهات السامية لجلالة الملك في ذلك الوقت. تجمع خطابي كبير أنهى من خلاله الأمين العام لحزب الميزان حميد شباط جولة للفريق الاستقلالي إلى المنطقة الشرقية، جاءت للتعرف على المشاكل التي تعانيها هذه المنطقة، مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية. عبد القادر الفطواكي وأيوب بن عمر لقناة شوف تيفي من مدينة وجدة.